مزارع نموذجية في تربية المائيات انتشرت مؤخراً في الجهة الغربية لولاية الطارف، أين يقوم بعض الفلاحين بدمج مزارعهم الفلاحية المنتجة بأحواض للأسماك، ومنها بالأخص السمك البلطي الأحمر. نور الدين واحد من فلاحي المنطقة الذي استطاع أن ينتج في مزرعته النموذجية حوالي 30,000 وحدة من صغار السمك البلطي الأحمر في الحوض الواحد. هذه المزرعة النموذجية ويس مقرها في بن عمار ولاية الطرف، تحتوي على 8 هكتارات أشجار مثمرة، منها 6 هكتارات رومان وهكتارين خوخ. صنف هكتارات رومان منها صنف سيدي جميل وصنف أكو، كذلك تحتوي على كما نقولهم بالفرنسية بسان، يحتوي على طول تاعو 22 على 18 متر، العمق تاعو 4 مترات. هذا البسان يقدر يرفد حوالي 30,000 سمكة من البلطي الأحمر. قمنا بهذه التجربة، استزراع عندنا عامين من استزرعنا البلطي الأحمر. ولاية الطارف هي ولاية فلاحية تحوز على مستثمرات بحجم كبير ومتفرعة على جميع النشاطات الفلاحية، وبالتالي نظرا للامتياز ونظرا للانعكاسات الإيجابية التي تعود بها تربية المائيات بالدرجة الأولى على المردود الفلاحي من أجل إعطائه جودة من حيث النوعية ومن حيث الكمية، كذلك نسعى كذلك إلى توفير هذا تطوير هذه الشعبة من أجل رفع الإنتاج وعلى الأقل الوصول إلى الاستهلاك الذاتي لكل شعبة الفلاحين من جهة، وتوفير كذلك الأسماك لكل المستهلكين. تدوير الماء الذي أخرجه نور الدين من بئره الارتوازي المعد لهذه المزرعة يملأ الأحواض بالماء ويقوم بعدها بسقي كل الأشجار المثمرة بهذه المياه التي تتغذى من مخلفات الأسماك، إلى جانب عملية السقي بالتقطير، كلها عمليات ساهمت في مضاعفة الإنتاج. والحمد لله أعطتني كنتيجة هالأشجار تاعي الله يبارك في ظرف عامين، عطوني المنتوج ومن ناحية الجودة من ناحية كل شيء. معناتها أنه هذا السمك هذا راهو يلعب دور كبير بزاف 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 من ناحية جودة الثمار ومن ناحية غزارة الإنتاج. ضيف إلى ذلك القضاء على المواد الكيميائية اللي هي الأسمدة الكيميائية، احنا مدبينا نقص من الأسمدة الكيميائية على الأقل المواطن باش يرجع للطبيعة تاعو الأصلية اللي هي كلش بيو. العمل على تحسين المنتوج وجودته بغرض إشباع السوق المحلية وتشغيل يد عاملة أكثر والولوج للسوق الأجنبية هو ما يصبو إليه نور الدين في حال توسيع نشاطه.